شاهد جواو بيدرو، الله على السمعة، سمعة بيرسلها كرة، جواو بيدرو تصويبة قوية، الله ما أكثر الطرق لإيذاء نفسك. مواجهته واحدة منها، مواجهته واحدة منها، الله على الضربة الأولى يا بيدرو، الله على التصويبة الأولى، على الاحتفالية الأولى. الهداف لا ينتظر الكثير، لا ينتظر الكثير، ضربة أولى، تصويبة أولى عن طريق جواو بيدرو. ما أكثر الطرق لإيذاء نفسك، مواجهته واحدة منها، الكرة تتهيأ، وانظروا هنا إلى التصويبة، إلى الضربة الأولى. العنابي بفورمة كبيرة، ببداية سريعة، جواو بيدرو نقلات في الجهة اليسرى، وصلت إلى نور الله، عرضية رأسية يا رب، حتى وإن ابتعد عامله كبطل، ليس أقل من ذلك، لديه اسم وقميص قد يكفيه، إنه شباب الأهلي، إنه شباب الأهلي. أين كنت من بداية الموسم يا توماس؟ يا لها من كرة عرضية تقول له سجل لي، ويا له من هداف يعرف كيف يتحرك، كيف يتمركز بين المدافعين. انظروا كيف يهرب من أحمد راشد، انظر كيف يسجل، انظر كيف يرتقي هذا الهداف النرويجي توماس أولسون. مشاهدينا، يسجل التعادل في مباراة اليوم. الكرة تصل في مكان، عرضية متابعة تسقط، عمر يقف قوية، سيلعب دور البطل، سيظهر في الوقت الأهم، سيسجل الأهداف الحاسمة، سيقلب الطاولة، يريد أن يقلب الدوري. لم يظهر اليوم إلا في أهم لقطة، في أهم كرة، في أهم لحظة ربما من عمر الموسم. يا لهذه الكرة يا عمر، يا لهذه الكرة يا خريبي، عينه التي يرى بها، عن طريق رئته التي يتنفس بها، عن طريق حله الأول والأخير. آه يا عمر، الهداف بإمكانه أن يقول كلمة جواو. لو استلم جواو، لو استلم، استلم عمر، خذ مكان عمر، خذ مكان جواو، انطلق جواو، تقدم جواو، عدى جواو، عدى يا رب، شيء في هذا الموسم مستحيل، مستحيل يا علابي. أي جنون، أي قوة، أي مهارة، أي تصويبة، أي مهاجم فتاك. الله على جواو بيدرو، الله على جواو بيدرو، أنهاها والعنابي لم ينتهي بعد.